أنابة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة بحضور سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطنية. فلدى وصول صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل، كان في استقبال معاليه سعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع واللواء ركن عبد الله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. بعد ذلك جرى عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الأخوة الأفاضل، إنه يوم مبارك من أيام قوة دفاع البحرين أن نشهد ثمرة جديدة من ثمار العلم ماثلة أمامنا في هذه النخبة الطيبة من القيادات العسكرية الواعدة القادرة بإذن الله تعالى على حمل راية التطوير والتحديث في مؤسساتنا العسكرية. ويسعدني أن أشاطركم فرحة تخرجكم وأهنئكم على إتمامكم بنجاح كافة متطلبات درجة الماجستير في العلوم العسكرية، والذي جاء تتويجا للجهود الطيبة التي بذلتموها أثناء تحصيلكم العلمي في دورة كلية القيادة والأركان المشتركة العاشرة بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. كما يسرني الترحيب بإخواننا الأعزاء من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين يشاركون إخوانهم في هذه الدورة ليتبادلوا معهم الخبرات والمعرفة، راجين لهم التوفيق والسداد. إخواني الضباط، إن اجتيازكم لهذه الدورة حقق لكم أرضية طيبة للانطلاق مستقبلا نحو دورات أكثر تقدما، وصار لكم عوناً قوياً لتحمل أعباء المسؤوليات والمهام التي ستسند إليكم في حياتكم العسكرية المقبلة، حيث أن طبيعة المهام والواجبات التي ستواجهونها خلال المرحلة القادمة ستكون على نطاق أكبر ومستوى أعلى مما يتجلى عندها أهمية التعليم والتدريب العسكري وحتمية استمراريته لما له من دور عظيم في فتح آفاق العلوم والمعارف وإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث في مجال العلوم العسكرية المتقدمة ومسايرة إيقاع العصر ومتطلباته. وهنا أتوجه بالشكر إلى هيئة التوجيه بالكلية الذين أسهموا بجهودهم المخلصة ومساعيهم الخيرة في نجاح هذه الدورة، راجيا من الله أن يوفقهم في تحقيق الأهداف المنشودة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، بالإرادة والعمل حققنا إنجازات غير مسبوقة في شأن التدريب الذاتي المشترك، وقد تمكنت دولنا الشقيقة بفضل الله وتوفيقه ثم بصدق التوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادتنا حفظهم الله من قطع أشواط بعيدة المدى في مجال التنسيق والتعاون العسكري والدفاعي مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء، وذلك انطلاقا من اليقين الثابت بأهمية هذا التعاون الذي لا غنى عنه لشعوبنا ودولنا. فنحن نعيش في منطقة حساسة استراتيجيا واقتصاديا لدول العالم أجمع. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أن الدفاع عن الدين والذود عن أمن واستقرار الوطن مسؤولية عظيمة، وأن المحافظة على هذه الأمانة يتطلب منا جهدا مضاعفا ومزيدا من التفاني والبذل والإخلاص في العمل وإتقانه. نسأل الله العظيم أن يحفظ جنودنا البواصل فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم وينصرهم، فإنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في هذا اليوم المبارك
نحرك دورة غير مسبوقة في عدد منسوبيها من هذا الصلح التعليمي العسكري، حيث لم يأتي هذا بمحض الصدفة، إنما أتى بفضل من الله سبحانه وتعالى ورؤية سامية من لدن سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظ الله ورعاه، وتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة حثيثة وتوجيهات مباشرة من لدن سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس المجلس الأعلى للكلية حفظه الله. لم يكن هذا الجهد ليأتي إلا بدعم صادق من قيادة واعية وأمينة على مقدرات الوطن وحسب خطط مدروسة في زيادة العدد، وتزامن معه تطوير التعليم في شتى المجالات حيث شمل التطوير منهاج الدورات وتأهيل المعلمين. بعدها ألقيت قصيدة شعرية من المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة بهذه المناسبة. يا مرحبا وعليت يا شمس الأعياد، مليكنا اللي عز داره مراده، رعايته تشريف يا سيد الأسياد، كنه ملبسنا عليها قلاده، رعايته تشريف يا سيد الأسياد، كنه ملبسنا عليها قلاده، خطوة لها معنى ومقصود وابعاد، يبي من الحصن الحصين اجتهاده. ويا الله يا الله ينزل كتابك للعباد، الواحدة اللي كل أبونا عبادة، تحفظ حمد اللي بنى صرح الأمجاد، القائد الأعلى مقر السيادة، وانطق بشعري فرايد تطرب أسماع الحضور، وافتخر أني أمامك سيدي دام الكلام، ترجم إحساس تجلى داخلي بصدك شعور. ثم تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية لأوائل الدورة التي اشترك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة للدول الشقيقة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، مباركا ومهنيا معاليه لهم تخرجهم من الدورة بنجاح. هذا ونقل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله للخريجين، مؤكدا معاليه بأن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تحظى بدعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وأصبحت اليوم معلما تعليميا عسكريا بارزا من معالم النهضة العلمية العسكرية في المملكة، وجاء تشييدها لتؤكد بأن العلم والمعرفة هما الركيزتان الرئيسيتان لبناء القوات المسلحة العصرية والمتكاملة. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تسخر كافة إمكانياتها لتقديم أعلى مستويات التأهيل العسكري لتخريج دفعات متتالية من القادة والضباط المؤهلين أكاديميا وعسكريا، مشيدا معاليه بالدور البارز الذي تطلع به الكلية في مجال إعادة القادة وصقلهم بالعلم والمعرفة، مضيفا معاليه أن الكلية أضحت صرحا يشار إليه بالبنان في تقدمه وكفاءة مخرجاته وسط تقدير الجهات المحلية المعنية من خلال مشاركة ضباط المؤسسات العسكرية بالمملكة والسمعة الطيبة التي اكتسبتها الكلية إقليميا والتي تتجسد بالتحاق ضباط من القوات المسلحة من الدول الشقيقة. وفي ختام الاحتفال أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تهانيه الصادقة للخريجين وشكره وتقديره لجميع القائمين على الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، متمنيا معاليه من يوفق الله الخريجين ليكونوا على الدوام جنودا أوفياء للوطن الغالي.